السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي. اليوم ان شاء الله جيت من طنجة وقلت والله تنصور لكم هذا الملعب ان شاء الله. كما كتشوفوا الاشغال يعني على قدم وساق، هالقلوات هالحالة كما كتشوفوا. المهم الداخل انا ما نقدرش ندخل، غير جينا سياحة بلادنا السعيدة وجينا هنايا نصور لكم هذا المكان الجميل. هادشي اللي كاين اخواني اخواتي، ما كتشوفوا هنا قناة مشاريع المغرب، كنت كنتفرج فيها ديما ديما في كيلون جاي لطنجة او الفاس او ما شاء الله. الله يعاونهم، السلام راقي. داكشي في اليوتيوب دابا راه الناس صوروا لكم احبابي هنا ها وزارة التربية والتعليم هنا كتشوفوا شحال المهم قدامي بطاك. هذا لا بيسين اولمبيك